تعالوا نروح للسوشيال وهناخد بعضا من الاسئله يعني. اتفضل. شيماء عثمان، تحياتي لكابتن شوبير ناظر الاعلام الرياضي في مصر والعالم العربي ونمبر 1، تحياتي الفارس واسامه منورين قناه الاهلي. عاوز اسالهم بعد خساره السوبر الافريقي شايفين ازاي فرص الاهلي في السوبر المصري ومباراه العيد؟ اجابات بقى ايه؟ سريعه جدا. سريعه جدا. المباراه 50-50 وما نفكرش في اي مباراه غير مباراه سيراميكا كليوباترا الاول. طبعا حظوظ النادي الاهلي في السوبر المصري هي الاكبر. نعم. ولكن مباراه سيراميكا صعبه وصعبه جدا. نعم. وتحتاج احترام وتقدير لقيمه سيراميكا. اللي بعده. يلا. هبه وسيد، صح كده؟ طيب، مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك منور قناه الاهلي. سؤالي، ما هو راي استاذ فارس استاذ اسامه في التغييرات الجديده في الاهلي في تعيين كابتن رمضان وتغييرات شركه الكوره واعاده هيكله اداره التعاقدات، ورايهم في امام عاشور وكهرباء الموسم المقبل؟ يلا بسرعه. سريعا. لا، خلي بيومي الله يسترك. خلي بيومي الله يسترك على طول. محمد، يلا. طيب، يبقى سريعا. كابتن محمد رمضان رهان جيد جدا، والرجل المناسب في التوقيت المناسب والمكان المناسب. تغييرات شركة الكوره كانت حتميه في الوقت ده، حتميه في الوقت ده. اعاده هيكله اداره التعاقدات بالمناسبه، امير توفيق مدير تنفيذي لشركه الكوره، وده مهم جدا. هيكله اداره التعاقدات، اعتقد النادي الاهلي كان يستحق اداء افضل في اداره التعاقدات، وانا بقولها النادي الاهلي يقدر باسمه يكون في حظوظه اقوى في اي لاعب. امام عاشور في امام وكهرباء الموسم اللي جاي. امام عاشور محتاج يركز في الملعب. امام عاشور اكبر امكانيات للاعب 8 في مصر، ولكن هو جاي النادي الاهلي عشان يضيف قيمه فنيه. النادي الاهلي ما فيهوش لقطه بره الملعب، اللقطه بتاخدها من الملعب، فالجمهور بيدالك بره الملعب. تاثيرك وقيمتك هتيجي من الملعب مش من اي حاجه تانية. هتكمل. كهرباء اخيرا، كهرباء الموسم القادم محتاج يشتغل على نفسه كتير جدا ويركز في الكوره بس، ويعرف ان ابو تريكه ومحمد بركات في نهايه ترجي 2013 كانوا قاعدين على الدكه وعادي جدا. طيب، اللي بعديه ناخد اسامه، واذا انت حبيت اضافه قول لي، وانت اذا حبيت اي اضافه قول لي. تحياتي ليك كاب شوبير، ده شعيب عبد الرحيم ومتالق دائما، منورين الاستاذ فارس انت والاستاذ احمد. سؤالي، هل ممكن نشوفكم في مجلس اداره النادي الاهلي ولا ده مش وارد يحصل؟ تحياتي لكم دائما، ربنا يوفق النادي الاهلي ورجال. انا عقب قلت شرف كبير جدا ثقه جماهير النادي الاهلي فينا، ولكن للنادي الاهلي رجاله الاكيد اكيد، يعني هم اساتذه الاداره في مصر يعني. طبعا النادي الاهلي وجمعيته العموميه بتفرز قامات اداريه، احنا بنتشرف بمساندتهم، وطبعا احنا مكاننا الاعلام ومكاننا مساندة النادي الاهلي اعلاميا، وان احنا نتعلم اكيد اكيد من ادارات النادي الاهلي على مر التاريخ، وبالتوفيق لمجلس اداره النادي الاهلي. جميل، شاطرين ولاد لذينه، شاطرين. راندا، تحياتي لكم جميعا. سؤالي، كيف تتعامل مع التحديات التي قد تطرأ عند التعامل مع وسائل اعلام غير مهنيه اثناء تخطيط الاحداث الرياضيه؟ السؤال ليكوا بقى، ماليش دعوه. هي رندا، يعني سؤال مركب، ولكن احنا اي تغطيه غير مهنيه دايما بنقف عندها، بنرصدها، بنتكلم في حقيقه الموضوع بالورقه والقلم، وده شغلنا طول الوقت بالدليل وبالتاريخ وبالمنطق. فجمهور النادي الاهلي واعي جدا، وبستجيب من النوع ده من التعامل مع اي تغطيه هدفها التطاول على النادي الاهلي او انها تضعف منه. انا مبسوط بهذا التنوع في الاسئله. اللي بعده، فارس واسامه، علامه استفهام وعلامه تعجب، علامه استفهام وعلامه تعجب، علامه استفهام وعلامه ايه خططهم بعيدا عن الاهلي؟ خط احمر عن نفسي شايفهم مستقبل حاجات كتير اهلاويه، اعلام، تخطيط، تحليل، توثيق، متعدسين، ده الحاجه الشحات، صح كده؟ ده يلا. ممكن يكون احمد او حاجه زي كده. يلا. والله هو انا خططي الحاليه، واعتقد ممكن فارس يتفق معايا، هي فكره ان انت اعلام وحققت نجاحات من خلال برنامج الاهلي خط احمر. هو بس مين الاول قال بعيد عن خط احمر؟ ده انت في خط احمر عليه حارس. كمل. يلا. فطبعا يعني احنا الحمد لله خدنا تجربه، يعني نقدر نقول انها ناجحه الى حد ما الحمد لله رب العالمين، على مدار 5 أو 6 سنوات. فنتمنى ان شاء الله يكون في نصيب في الاستمرار في خدمه النادي الاهلي من خلال اعلام النادي الاهلي، وتحديدا ان انا كمان أنا يعني بدات إيه؟ خدنا وبنخوض. طبعا. تمام. خدنا وبنخوض وسنخوض، يعني ماشي كده. ما انا بقول لك اهو، خدنا وبنخوض وسنخوض، لان انا هطرح عليهم تساؤل في نهايه الحلقه، بس للاسف مش هنعرف ناخد رايهم، بس لكن هنطرحها. كمل.
ان شاء الله. تمام. يعني في قرارات بتبقى مش بتاعتك فانت بتقول اللي بتاعك يعني. تمام. اللي فات حاضر ان شاء الله خدنا. ده متعب قوي صاحبك ده. عايز ايه؟ خدنا. ممكن تيجي لوحدك المره الجايه فارس بعد اذنك يعني. خدنا ونخوض وسنخوض طالما نعم. كابتن شوبير قال. فطبعا كابتن شوبير يعني انا دايما يعني هو عارف كويس قوي. انا مش صاحب قرار. لا لا, لا, لا انا بقول طالما قال. طالما قال قال. الله يكرمك. لكن فقط لا غير يعني. انا استمر ان شاء الله. ممكن اخد منك المايك ثانيه بعد اذنك وهتروحوا بسرعه ويا ريت الناس في ثواني بس تتجاوبوا معانا. انا اتكلمت مع فارس واتكلمت مع سامة. هم اصدقائي انا بحبهم جدا. شرف لينا. فقلت لهم انا حابب ان انتوا تكونوا موجودين معايا. انا بستفيد منهم. ده شرف لينا. بتعلم منهم. دايما بقول هذا الكلام من كل الناس من كل الضيوف اللي موجودين عندي. انا ما عنديش اي غضاضه ولا عندي خجل ولا عندي اي شيء. بل ليا الشرف يعني انه ولادنا ان الواحد يستفيد منهم ويتعلم منهم. فانا قلت لهم تعالوا معايا وكانكم خط احمر الى ان تتضح الرؤيه. شايفين الإطلالة كانت جيدة؟ شايفين نكملها بالشكل ده؟ ولا شايفين نكملها بشكل عامل إزاي؟ أو يكملوها بشكل عامل إزاي؟ لأن هم من الناس المحترمين في النادي الأهلي. مش هاخد إجابة منهم لكن هحاول أخد إجابة منكم أنتوا مش منهم هم. لأنه إيه أكيد في حياء والخشة. دايما عندنا مثل فلاح يقول لك الخشة أو الحياة في الوجوه. خلينا ناخد بقية الأسئلة. أنا بس عمال ترميه عشان الناس لو تلحق تقول لنا إجابات. يلا بيومي بقى حارس الأهلي اطلع بالبعد كده. طيب الاسم ايه؟ شهيرة ايه؟ شهيرة كنزي. شهيرة كنزي. نظر إعلام مع شباب الأهلي الوعد نشكركم على الحلقة. سؤالي ايه اللي ممكن تقوله من نصايح ودعم لعيبة الأهلي لمباراة السوبر والعين الإماراتي؟ قول يا أسامة. أنا يهمني جدا إن احنا نفكر الأول في السوبر المصري قبل ما نفكر في السوبر أو العين الإماراتي الانتركونتيننتال. السوبر المصري هو المحطة اللي هتدخلنا العين الإماراتي أقل هدوءا أكثر ثقة وباذن الله باذن الله نحصل على بطوله السوبر المصري وتكون دافعنا نحصل على بطوله الانتر كونتيننتال. طيب عبر الواتساب في رسائل من امير فهمي من امريكا بتحييكم. من الاعلام الكبير استاذ عبد الباري زاهر بيحييكم. استاذ فتحي عوض الله بيحييكم كتير جدا. ده اللي لحقت حطيته كده في الفاصل لانه لا استعمل التليفون. رسائل كثيره جدا جدا يعني. اللي بعده يا بيومي انزل بالمستند اللي بعده. يلا بينا. طيب هو نزل دكتور حسام لا رفعت عاوز اسال اسامه ايه قصه حبك لسلطنه عمان واسال فارس ازاي جه قناه الاهلي وازاي اتعرف على اسامه وهو اسكندراني. اسامه من المحله محلاوي. انا بص انت ما تعرفش انا منين. انا مولود في اسوان وقعدت 4 سنين في اسوان. انا جاي احيرك النهارده يا كابتن. طب اعمل ايه طيب؟ اسوان ايه؟ ده انت جاي من اخر الدنيا يا عم الحاج. انا مولود سهرانين بقى النهارده. ده ودانا اسوان يا عم فارس. مولود في اسوان وبعد ما مرض كده كان اعتقد الكوليرا كان فوالدي خاف ونزل فنزلت المحله. والدي والله جدي كان شغال ربع ساعه بقى غرباويه زي بعض بقى.